اسمنا ريمان عبد السلام، طالبة علوم الإعلام والاتصال بجامعة العفرون ولاية البليدة، كاتبة صاحبة مؤلف جلالة الخائنة. الكتابة لدي بدأت منذ الصغر، فالموهبة قد جعلتني أكتب كتب كما ترى الآن. إذا منذ سن 5 سنوات وأنا أحاول وأطور إلى يومنا هذا، إلى المستوى الجامعي الذي أنا فيه الآن. يعني أنا في هذه الفترة في العطلة، يعني الكتابة هي شيء مفضل بالنسبة لدي. أستغل وقتي تقريبا كل وقت في الكتابة، يعني الوقت بالنسبة لي هو للكتابة. استغلت فترة العطلة وقت الفراغ اللي أنا فيه قبل الموعد الدخول الجامعي في الكتابة. الكتاب اللي إن شاء الله راح يخرج في هذا العطلة هو كتاب خاص بجدتي رحمها الله، عنوانته بعنوان دعوني أرثي جدتي. إذن هو كتاب يتحدث عن الجدة وفضل الجدة على أولادها، وخاصة أن الجدة لما تكون الجدة متوفية. يعني هذا الكتاب الذي سأصدره إن شاء الله في الأيام القريبة القادمة. بالنسبة للإصدارات الأدبية، أول إصدار منذ 7 أشهر أو 8 أشهر تقريبا هو الكتاب جلالة الخائنة. أما الإصدار الذي سيأتي إن شاء الله في الأيام القريبة القادمة هو كتاب دعوني أرثي جدتي، إذا أهدي للمرحومة جدتي رحمها الله. بالنسبة للأهداف المستقبلية إن شاء الله، أنا الآن أدرس في مجال علوم الإعلام والاتصال، إن شاء الله لما لا نلحق المستوى الجامعي أعلى الدكتوراه ولما لا. وبالنسبة للمشوار الأدبي، أتمنى أن يعني أتطور بالقراءة وما إلى ذلك لأصدر كتب راقية وجميلة مضمونا